إن محضر اجتماع الفيدرالي أمس كان إلى حد ما مفاجأة، حيث كان يشير إلى أن الفيدرالي قد يكون راغبا في تمديد برنامجه لشراء الأصول أكثر مما كان يتوقع المستثمرون، ولكن أيضا أتوقع أنه بطريقة ما المستثمرون قد يكونوا بالغوا فيما يتعلق بالمحضر، لأن البيانات أو أيضا المحضر الماضي كان يشير إلى أن البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة تتحسن، وأيضا قبل أن نشهد أي نوع في تراجع الدولار أعتقد أن المستثمرين عليهم أيضا أن يروا أيضا أن يكون هناك بعض البيانات التي تتظاهر، إذ لم يكن هذا هو الوعد، ولكنني أتوقع أن المستثمرون قد يكون عليهم أن يراهنوا على ارتفاع الدولار. دعنا ننتقل الآن إلى اليورو ومستويات نراها مرتفعة الآن لليورو في ظل البيانات القادمة من ألمانيا فرنسا، يعني نوع من البيانات الجيدة جاءت نوعا ما أكثر من المتوقع، وهذه الأخبار التي نسمعها عن الفيدرالية الأمريكي، برأيك ما هي المستويات التي نرى اليورو قد يتجه إليها الآن؟ يعني هناك الكثير من الحديث بأننا قد نرى مستويات 1.27. يمكننا أن نقول أن اليورو قد يرتفع على خلفية بعض البيانات الإيجابية وأيضا بعض البيانات الاقتصادية أو المحضر الإيجابي للفيدرالي، وإذا ما اخترقنا مستويات 128 أعتقد أننا، لكنني أتشكك فيما يتعلق بالأساسيات والتوقعات الخاصة باليورو دولار فيما يتعلق باليورو، فإن الأساسيات تبدو إلى حد ما في غير محددة، وأعتقد أن المستثمرين أيضا قد يكونوا قد بالغوا في ردة فعلهم فيما يتعلق بمحضر اجتماع الفيدرالي، وأعتقد اليورو دولار أيضا قد يتأثر فيما يتعلق أو يرتفع، حيث أننا أعتقد أننا قد نرى معدلات 127 128، ولكن ينبغي أن تستمر وإلا قد يكون هناك بعض التراجع في اليورو دولار بعد ذلك. دعنا أنتقل وإياك الآن إلى الأسترالي. الأسترالي على ما يبدو أن اليوم متأثر بالبيانات التي صدرت عن الصين، طبعا بنتيجة العلاقات التجارية فيما يخص أستراليا والصين. هل تتوقع أن تستمر هذه عمليات الضغط على الأسترالي الذي يعتبر عملة قوية الآن؟ أعتقد أن كان من المهم جدا أن نرى أيضا ما حدث خلال ليلة أمس، وأيضا الدولار الأسترالي قد ارتفع مقارنة بالدولار، ولكن أيضا يمكنني أن أقول أن ذلك كان نتيجة بعد البيانات الاقتصادية والHSBC وبيانات مدراء المشتريات للHSBC والتي كانت وصلت إلى مستويات أقل من مستويات 50، وهذا يشير إلى أن الصين هي الشريك الأول لأستراليا، وهذا يشير أيضا إلى أن الدولار الأسترالي مدعوما جيدا فيما يتعلق بتوقعات الفيدرالي، وقد يكون هناك بعض أيضا عدم الأداء الجيد للأداء الصيني والاقتصاد الصيني، ولكن أعتقد أن مهم جدا أعتقد أنه ينبغي أن يتم الشراء عند التراجع، ولكن سيكون هناك تقرير أكثر لما سيحدث لهذه العملة بعد بيانات الفيدرالي في اجتماع شهر سبتمبر. اليوان الصيني ارتفع بنسبة 8% تقريبا في 12 شهرا الماضية. برأيك هل سنرى أي عمليات من الحكومة الصينية ربما لتقليل هذه العملة، قيمة العملة ربما لدعم صادراتها، وخصوصا في ظل البيانات التي قد صدرت نوعا ما ضعيفة من الاقتصاد الصيني؟ لا أعتقد أننا سنشهد مزيد من الإجراءات والتي ستتم على اليوان، لا سيما أن هناك أيضا الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي أيضا تجعل هناك بعض التحرك نحو السياسة الأمريكية، ولكنني لا أتوقع أن الصين سوف تستفيد من ضعف أداء اليوان، وأعتقد أيضا أن الضعف إلى حد ما في اليوان يتعلق بالأساسيات، وأعتقد أن هناك بيانات متراجعة في الصين لا سيما في غياب أي تحفيز اقتصادي، وأعتقد أيضا أن التراجعات هي ما تؤثر على تراجع أداء اليوان.